هتعطل مش مشكله بس لا 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 عشان عشان كده تبقى كل حاجه واضحه جدا 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 كمان دي we have paparazzis today. No, we have After review, without review, carry a seat. After receipt and after في السيمنز.
حصل كارنت ريفرسال بلوك للفانكشن وبلوك اللي هو ايه بعد اي سنت تمام ماشي ده اللهم صل عليك يا نبي ريفرس دايركشن ديستنس ده بلوك من خلال ريفرس دايركشن يقول اربعه لو يقول اربعه مش هيبعت صح تمام ده بلوك للفانكشن هي خاصه بان هو يبعت سنت دي خاصه بكل حاجه يبعت ويعمل تريب يبعت ويعمل تريب ده السكيم بتاعنا سكيم احنا هناك في المايكرو لو كنت تفتكر مش كل حاجه اسمها ادد وان تريب هي ده بقى هي ده الخارج بتاع ادد وان تريب سكيم خلاص ده الحاجات اللي يحصل عندها ايه بلوك بوك السيجنال طيب ما كان في عندي هناك كارنت ريفرسال طب بيحصل بلوك صح بقول لك لا استنى لا ده كارنت حل في الكارنت يعني ايه كارنت ريفرسال يعني انا شايف فورت في الريفرس مره واحده شايفه في الفورت ده بصراحه الفكره دي ده الكرنت ريفرس اوكي تايز ذس وان انا عندي تو لاين اي هاد تو لاين اوكي ده هو بيرسل من جنبي وبرجع لك من الناحيه الثانيه وانا بصرف من تحت التاني ايوه خلاص فورت هاد الهير ماشي ده جود سورس او strong source and here this one will serve ايه will serve ده كأن التغذية يعني خلاص هذا يفوت هير current will flow like this from this source to here that's meaning this device will see reverse and this one will see forward صح ده شايفه دول اتنين see will see zero to and this will see zero to one so this will send the current but here will not send any current and they will not trip okay fall time what is the trip ولا ده اللي مربوط على مش 4 ثانية بالظبط كده طب هو ده اللي هيشتغل والديسكس هنا اللي هيشتغل بالظبط كده ما هو ده اللي هيشتغل but work here this clicker over it and this now not over it ليه بقى؟ هيدي بروبلم هابي ماشي دلوقتي ده شايفه ايه كان التيار مثلا كده عادي ده دايركشن اوف كرنت والكلو لايك دي هيجي زي كده هو ده وصل خلاص دي ما بصش طب ما بصش ما بصش مش هيعدي كده اصلا هيجي زي كده هو هو الاثنين دول شغالين عادي ايوه الكليب هير طيب ماشي كرنت والكلو لايك دي صح ماشي يا مشكلة لا اوكي this one now become forward the port will see zone 2 and this one will become reverse but before this one transfer from reverse to forward it's really still sending this this signal can you see هذا سيد yes. صح كل من فضل وين كان ريفرس كان كذا سيد اوكي بس ان دي دي كوين من سكر دي سول ستيل تو ستار سيد دي سيد دي سيجنال سو ذس وان لا بيكم فورورد اند بي كاري ريسيف ايه اللي بيستنى هنا فاضل لك تريب بس دي سول اوكي سو ان دي سيتويشن هل see reverse and the on time see forward and the jump is carry receive it stop for period of time it's name guard time guard to the determine is this one current base situation or energy fault if this one after this guard time still carry receive here so will trip طب ما كان مش هيجيله الله ينور عليك مش هيجيله مش هيجي له معناها ايه؟ ما هيفصل بجامع جروب التو. طب لو جاله معناه ان في فولت حقيقي هنا هيفصل بعد الزمن يعني بنستخدمه تايم بلس الجرد تايم.
كام؟ اصلا بس العربي هنجيبها لك تاني خليها بالعربي مش حاجات بالعربي انا فاهم ما لمياهم برضه خلينا بس عشان تطيبنا دلوقتي انا عندي اربع اجهزه ماشي؟ شوف انت حصل ايه؟ ده عشان ده ديت تغذيه ضعيفه فالطيار هيمشي من هنا خلاص؟ تغذيه من هنا ده هيدرس ده فروع ده هيبعت ده مش هيبعت طبعا ده هيستقبل بس حصل ده فصل ده فصل قصدي التغذيه هتروح من الراجل ده بقى فروع وده هيبقى ريفرس فاحنا لما نيجي نشوف انت ريفرس ايه؟ ده لسه بيبعت وده شايف دلوقتي كولر زين كده زنتو شايف بيستقبل اشاره بس انا مش عايز الحاجه دي ما تخلصش مستخدمه ان هي المفروض هنا اصلا خلاص طب يعمل ايه؟ قال لك الراجل الديزاينر والكلام من ده قال لك ده يا عم انا عاوزك ايه؟ حط لي جدار حاجه اسمها جارد تايم بحيث ان الحاله دي لو شاف روفيرس مره واحده فورورد لو ايه؟ استنى لي الزمن ده معين الزمن ده معين قد ايه؟ انت من الخط خلاص؟ بعد الزمن ده لو لسه بيستقبل اشاره يروح يدخل على اللي هي الكرة اللي هي دي بقى حالة دي لو حاجة زي بالكرة الريفرسال ده في حاصل الحالة دي لو تعمل ايه؟ شايف ان هي مش عملية لا بالعكس لا بالعكس انت عملت جارد تايم سمعت جارد تايم وجالك اشارة فترة في يوم 1 الجارد تايم انت وصلت كده كده لزون 2 اساسا لا ما توصل زون 2 من اول واحد ما هو الجارد تايم زون 2 كام؟ جود 4 طيب دلوقتي انت زون 1 كام؟ يعتبر زيرو ماشي جارد تايم ده حوالي 100 مللي سكند لا 100 مللي و100 مللي فاصل يبقى كده 22 22 ما جاش على 22 بقى هو بقى عليه هو كده احكي له بقى لازم كده الكلام ده يا عم انا بحكي لك على حاجه هم اللي عاملينها هو ده ما قلت له ها دي اهي فرع معامل يعني انا لو بتير وكان فيه 400 مللي سكن لا يا عم ده مش كتير احنا في القطعه عارف خلاص اهو اهو اللي في البوينت ده كده فين في كل بوينت فرع بالنسبه لي فرع كتير هو اصلا حكايه الدنيا اوكي فده اللي ايه الكارت ده خلاص يا محمد فده فالبلوكه دي عايز اقول لك على حاجات عشان اعرفها حاجات على المانوال دي مانا المايكون افضل من افضل مانا اللي شرحنا في الحاجات دي مايكون؟ مايكون ورا من بتاعه المايكون ده المانا بتاعه خلاص الحاجات دي كلها بالنسبه لك هتبقى في شقه لانه بصراحه ربنا يخليك ماشي؟ انت احنا هنا ايه؟ خلصنا ال 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 القصه دي تمام عرفنا ليه هو بيعمل الاربع بلوك دول ماشي دلوقتي ده الاول واحد اللي هو ايه؟ بلوك الكرنت ريفرس بلوك الكرنت ريفرس بلوك دي الاوت ده بلوك ان هو يبعت يبعت سيجنال تمام ده بعد كده لو حصل 2 0 4 ستارت هيعمل بلوك لل 4 اكشن اكشن هيعمل ريفرس برضه هيعمل ريفرس ماشي بعد كده بقى اهو برضه يا راجل 4 ستارت تعمل بلوكينج والثانيه ستارت دي عشان مفيش شكل كلام خالص والثانيه كام بقى؟ ايوه زيت زيت اه بص 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 سيجنال فور بلوك اوف كريب اوت خلاص كوميونيكيشن لوك ماشي ده اللي هو الكرنت ريفرس واحد ماشي ده اللي هو ايه يعمل لك بلوك للكرر سنتر ماشي ده لو حصل زون فور ستارت هيعمل لك بلوك ايه كل حاجه ريفرس بريكشن ديستنس بروتكشن خلاص ان هو هيحصل لك بلوك خلاص ده البرميسيف ديستنس برميسيف زون سيجنال لو حصل زون كلون ماشي لو انت مفعل البرميس هو جراج خلاص زي الاثنين اشتغلت هتلعب ايوه ده اللي هو الديني شيت بتاعتي ديني شيت ها؟ اه لا مش بيجيلكم لا ده كارير ده البرميسيف اللهم صل عليك اللي هم ده برميسيف ديستنس برميسيف زون سيجنال خلاص ده بالنسبه للاوفر ريتش اوفر ريتش هنا اه دي معطلين مع بعض الاندر لا اه الاندر كلهم في بلوكه واحده بس كل واحده بقى بتشتغل على حسب زون 2 دي تي ام 2 والايكو الايكو ده قصه ثانيه ماشي لو حصل جاء الانيشيشن بتاع الاوفر ريتش الاندر ريتش زون 1 خلاص زون 1 في زون 1 خلاص بس فقط وعامل هنا هنا ونستنتج الكلام طبعا انا هشيل الكلام ده مش زون 1 ما بيشتغلش مع الاستنتاج ليه بقى؟ هو 1 بس البرميسيف اوفر ريتش ما بيشتغلش الا مع
زون 1 في الديستنس بس. لو كرنت عادي؟ لو كرنت عادي ده رهيب. ليه بقى؟ ما بيبعتش حاجه؟ بيبعت ايه بالاوفر كرنت؟ الاوفر كرنت لا سكيل اشتغل سكيل مع اوفر كرنت كده. نوع مين اوفر كرنت؟ نوع مين؟ ماشي تمام ماشي. دي كاري ريسيف اللي هو البينري انبوت اللي هتجيبه هتدخله على الاخر يعني كاري ريسيف. وده اللي هو حاجه اسمها كارز جارد سيجنال ريسيف ده حاجه خاصه بالكوميونيكيشن. لو حصل فولت ولا حاجه في الجارد تايم انت اعلى من الكلام من ده يدخله هنا يعمل لك اوكي على السكيل كوندس خلاص. اي حاجه بتحصل غير بيروح غير ده ممكن تجيب لك من 13 كاميرا مره واحده في اي حاجه لازم تدفع النهارده رابع لازم تدفع دابا ده رجل يعني المصدر لو ما اشتغلش ولا حد اشتغل يكون كلمه بس بدون سكن بعد ما تيجي بعد ما تيجي تكون مهم صار شيخ جرام بعد شيخ جرام ايه يا عم 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 ايه يا كان وطن دور يوطن دور خلاص مستني شيء وعبيد الدين ثلاثة اثنين يعني ما عملتليش كليب لا بيت الدين ثلاثة اثنين قوي اثنين ما قلت في الدين الزمن بتاعه دي وانسى كده انت هات 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 يا علاء مش شاطر ماشي ليه ليه لما نقول لك كده علاء لا شفت الاكس 41 1 2 2 1 لو كنت كام تاس كام اوكي لا لسه ما فيش 13 ده كام ده يا علاء ده انا اسمع ده 12 اللي هو بتاعت السين والكارير سين هات الاول اثنين عاملين هم 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 لا مش دول تانيين هم عارف تلت حاجة جدا ده اول اثنين اللي هو بتاع 40 ايوه فين هما؟ هم دول اشرب
Thank you.
كارثه طبعا ايوه انت مش زيها. طيب انا اقول لك ليه ليه؟ اه هو ليه؟ لان احنا عاملين كوبيشن بين كام؟ 0.05. كم ده لازم اصبر كده ماشي. بس لما تيجي تحسب بيوصل بكام؟ زيرو. لا 20 ملي سكند. لا 72 ملي سكند. طيب ماشي ماشي 72 ملي سكند كتير قوي. ما هو كتير عشان خاطر 0.05 ده كام ملي سكند؟ 5 من ايه؟ 50. لا 50 50 ملي سكن بالاضافه ل 20 ملي سكن بعرض كبير او 72. كنت اخرج كام هنا؟ 400. لا اخرجت 50 ملي سكن بدون ون صح؟ اه بديك الدنيا تمام كده صح كده كده معموله كده بديك 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 عليها 400 هو مش عارف وبزمن انا كنت فاهم كده. لا كده صح ماشي كده صح؟ كده صح ماشي تمام. طيب احنا الكوربريشن الرئيسي ده اللي هو الزمن اللي هو اللهم صل عليك يا نبي اللي هو اللي هو بيضاف لل تمام. هو ده زمن تضيفه على زمن التسليم علشان انت ايه بقى؟ انت كنت شفتها بتاع السيجنال بتاع السيجنال مش التليفون. هو ده الكوربريشن الرئيسي ده هو عشان السيجنال هو ايه هدوك هات على ما يبعت هو مش هيبعت لها في هارد يعني اللي يحصل تلت وبعدين يبعت بيتاكد ان هو في سيجنال بيسيب فعلا. الكونفيجريشن تايم ده بيقول لك ايه؟ ده بتاع السيجنال مش بتاع التريب دلوقتي انا غير السيجنال بالظبط كده. انا مالي بقى بالكونفيجريشن تايم؟ هتتخلي بس هتتخلي دلوقتي هو حصل فولت هناك اه وحيبقى من جنب اسمه اه طب بس انا بس ما يطلعش فعلا يا حبيبي بس ده هابل هير اوكي اسمه ويل سي ذا فولت and this will see the fault. Maybe it's a set of the other device. Not exactly. You will not see the same, it's the same type. No. Okay? Type. Fault cell. And this will see. Maybe this one blue porcelain. And it will this one all this one. Which is the first this relation signal. Sir? 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 Plus? This Anna will not trip until I reach this after receiving and for this value of receiving, I show from receiving to this value, after that I will trip. ده يعتبر coordination ما بين يعتبر تنسيق ما بين يعني هو integration اللي هي بتاع من السكن 54 من السكن بس هو بيقول لك ايه؟ ترسخ ازاي التريب ما بينهم الاثنين؟ يعني ده زنتو يا ولد هو كده زنتو معانا بره طلعت فجت السجن طب هو قبل ما جات السيجنال دي اللي هي اخر 50 سكند من الجهاز الثاني بالظبط فضفت عليها 20 بتوع التريب بتوعها بالظبط ده بتوع خلي بالك هتقول ده انستنتينيوس هنا بس 50 طلع من هناك بالظبط يعني الديلي طلع من هناك انا ده خلاص خلاص كده صح. يلا اللهم صل عليك يا رب. احنا كده ايه تمام احنا لو حطينا الكوردينيشن تايم هنا اوكي بس على عشان مش ده بس سليم ما انت عارف كده هي لما كده واحد سكند ده كده 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 واحد سكند ولا لا هو ده اللي بخر الكود ولا لا ما فيش حاجه اللي تقول لي انت عامل ايه هتشيك اول الكوردينيشن تايم خلاص بس كل ما ده ما بتهيالي كده كده لا بتاع ده لانه انت قاعد سيجنال اصلا هو ده وده لا ده وده لا انت كده بتجمعهم مع بعض لا بالسيم هو بس حد يقول لي لان احنا الاثنين هنبتدي اصلا اهو ده ليه دي حاجه ثانيه اهو بقى وعوالي ديلي 50 ملي سنه بس دي كان دي سنه ده يعني بس ده ماو ديلي بس دي 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 ديلي Possibility of dead leg. انا عامل 1 سكند دلوقتي خلاص دود ليه اه مفيش دلي من ورا دلوقتي طيب ماشي فين دلوقتي
سند برضه مش هاريس. شوف بقى شوف في الكليب هو اللي هيبين لك. الكليب ده هيتأخر واحد سكن؟ هيتأخر واحد سكن. 120 ملي سكن؟ هيبقى 120 ملي سكن. اه. This one is the conversion, huh? Yeah.
مش كونتاكت؟ اه ناو ستيك تو سيت او تيك سيت. اقل جمل هبعت فيه مش اقل جمل بعد البط يبعت لا ديوريشن بتاعي ديوريشن بتاعي يعني مينيمم تايم ولا مينيمم ولا ماكسيمم مينيمم ديوريشن فور كارنت سي سي بيتيجا اقل وقت يبعت فيه اقل وقت اقل وقت الدنيا السيجنال ده هيبعت سيجنال ده لمده قد ايه لمده؟ اه ده اقل وقت لمدة لكن مش بعد قد ايه يستنى مش بعد قد ايه يستنى هو بقى مجرد ان هو يحصل فرصة هيبعت على طول دي مدة يبعت 1 من 10 سنين 1 من 10 سنين اه دوريشن اقل مدة اقل مدة اقل مدة انما طالما هو في فولت هيبعت طب في فولت هيبعت خلاص طالما في فولت هيبعت وخلاص تمام خلاص احنا كده خلصنا تدريس الفوتوريتش ماشي ده احنا لينا كومنت بس على دي كوردينيشن ده انت حتى مظبوط ولا لا انا مش عارف يعني سين ده مش دي سامي ده هو كبير ده 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 تن مرا بوري اوتر مرا دائی تو لگن داگ مرا باگ مرا ہی دو مارکتیشن پر سیکیریشن پر ان کا مار ہیچ کمیل سیکیریشن پر ان کا کیا دو اس کا بھانتا کھائی ہے میرا بیٹھتا ہے یہ
الجيم تبقى انا ما اعرفش انت الجيم ده لا من صالح انا والله كنت سامع ان ده تست سامع ان ده مش بقى الجيم ده ما بيستارت والله جاست ديس بيرمس نور الجيم اه بيفور ما تستنى ان هو اللي اكستند كده Thank you.